يقول الرجل ما يعرف لين يتكلم يبين من منطق لسانه دلايله، اما يجي مثل الحصان الفتوه ولا كديش هافيات النصايله. في زمن عمر بن عبد العزيز جاء وفود في خلافته، جاء وفد من اهل الحجاز وكان يتقدمهم صغير سن، قال عمر بن عبد العزيز ما في منه اسم منك؟ قال يا امير المؤمنين لو انها بالسن كان في منه احق منك. قال تكلم لفظ فوك. قال ان المرء باصغريه بقلبه ولسانه، فتمثل عمر بن عبد العزيز قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل، كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل. والرجل ما هي بالمظاهر بالمخابر، والرجال مثل الصناديق المغلقه مفاتيح الكلام، كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب. وفي زمن هشام بن عبد الملك جاء قحط واجتمعوا اهل الباديه فهبوه الرجال، فدخل عليه صغير سن عمره 14 سنة اسمه درواس بن حبيب، قال هبوني الرجال ودخل لي هذا الصغير. قال يا أمير المؤمنين إن في الكلام نشرا وطيا ولا يعرف ما في طيه إلا بعد نشرة، أتأذن لي أن أنشره؟ قال تكلم لله درك. فعد الرجليه. قال مرت علينا 3 سنين عجاف، الأولة أذابت الشحم، والثانية أكلت اللحم، والثالثة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فلما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. قال والله ما جعلت لي في الثلاث عذر، أعطوه 100,000 وأعطوا أهل البادية 100,000. قال إن كان حاجتي وخاصتي فأنا ما أبغاها، أعطوها أهل البادية. فطلع من عند هشام بن عبد الملك وهو أجل القوم. ختاما يقول احفظ لسانك مت تلفظ واللغة، ترى اللغة تسبيب كل أمور، تلبس بتاج الصمت ما دم الجالس ولا تكون بين الرجال هذول. وسلامتكم. واحد محمد الدوسري. نعم. على الوقت وما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك دكتور نايف خلف. الله يعطيك العافيه، يعني اداء يعني فعلا جميل، وتعبير جسدك جميل ويدينك جميل. انتقال السبحه من يد الى يد كان برضو حاجه مميزه في هذا الامر. ما زال طبعا المحتوى جميل، يعني كهذه المحتوى وهذا النثر الجميل، لكن ما زال عندك عدم ثقه في المكان. شفتك ترجع وراء دقريوس ثم تلف يمين وترجع شوي، يعني الثقه والوقوف ممكن انت بدات في التحرك لنا خطوتين وكانت حبيتها والله صراحه، بس انا عارف يمكن على اساس الكادر رجوع الكاميرا والاضاءه، لكن يعطيك العافيه. صاحب تدخل طال عمرك جزاك الله خير. انا كنت اللي اتكلم دائما وانا واقف واحب انظر يتكلم الي، لكن في البروفات قالوا مدي تحرك، فان التحرك احسن وافضل. قلت نصيحه من اللي نصحك؟ نصحني وليد حنفي الله يغفر له ويجزيه. ما اعرفه دكتور نايف رشدان. اولا انا اهنيك صراحه على فصاحتك غير الفصاحه المنقوله. انا تمنيت ان يكون لك عبارة منك أنت من إنتاجك الذي ذكرته كله منقول وهو في عالم الفصاحة، ولا شك أنه الحقيقة متميز. تمنيت لو لم تأتي ببيتين من الشعر الشعبي، لأنك كنت في سياق فصيح جميل يعني متواتر. فقضية الدخول المفاجئ أو اللفة على قولة اللفة على الشعر الشعبي ما كان لها المدخل، هذا كان مفاجئ للجميع. اي والله، لكن الفصاحة كان واصلت فيها وأتيت من الشعر الفصيح، لكن أهنيك على لغتك وأتمنى لك التوفيق. دكتور فهد مطر. أنا ما أزيد شيء على كلام إخواني إلا أني أقول لك أتمنى أني أشوفك يعني بعد البرنامج أن يكون لك محتوى مثل مثل ما تتحدث به صراحة، محتوى جميل ورائع، بتحقق شهرة في البرنامج وبتحقق شهرة في هذا الطريق صراحة. الرسائل هذه جدا احنا كمجتمع بالذات جيل الشباب يحتاج مثل هذه الأشياء، يعني التذكيرية. دائما الإنسان أحيانا قد يتأثر ببيت شعر تتكلم به أو بحديث تنطق به فيغير سلوك حياتي، يغيرني من الـ من الـ من اليسار إلى اليمين. تحياتي. شكرا لجنة التحكيم، شكرا يا محمد، الله يوفقك إن شاء الله. بقى على التصويت أقل من زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.